يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين. انها محاولة لاعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وال محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد. عن منهج المقصره البتريين مراجع النجف وكربلاء الاموات منهم والاحياء انهم في التقصير العقائدي والبتريه العقائديه على حد سواء الحلقه الخامسه بعد العاشره والمئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. انه الجزء السابع عشر تحت العنوان المتقدم في الحلقات الماضيه الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم ضحكوا على ذقوننا كذابون هؤلاء حينما قالوا لنا من ان الامه قد صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الكذابون الافاقون في جميع احوالهم ينافرون حديث ائمتنا الاطهار كل المعطيات التي وردت عن المعصومين صلوات الله عليهم تقول من ان الامه ارتدت باجمعها ولا زالت غاطسه في ضلالها انها مسلوبه التوفيق حتى يوم الخلاص انه اليوم الذي يظهر فيه الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه على اي حال اكاذيب مراجع النجف وكربلاء لها اول ولكن ليس لها اخر تطبيقات في اجواء اكاذيبهم وقبائحهم وعوراتهم التطبيق الاول محمد باقر الصدر في خمسه اجزاء التطبيق الثاني السيستاني في خمسه اجزاء التطبيق الثالث محمد الشيرازي في ثلاثه اجزاء التطبيق الرابع مناهج الاصلاح الضاله وهذا هو الجزء الثاني ابرز ميزه واضحه في هذه المناهج المتعفنه المدوده بدوده السخيفه ابرز ميزه فيها انها تشن حربا شعواء على الشهاده الثالثه كل مجموعه بحسبها مشكلتنا علي علي هو مشكلتنا علي هو سبب نجاتنا في الدنيا والاخره وعلي هو سبب ضلالنا في الدنيا والاخره لاننا اذا اسانا مع علي فذلك هو الضلال واذا احسنا مع علي فذلك هو الهدى مشكلتنا علي علي مشكله الجميع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمراجع حوزه الطوسي معه مشكله واضحه فتاره يظهرونها في موقفهم من مقاماته في خطبه الافتخاريه وتاره يظهرونها في موقف البراءه من اعداء علي وتاره يظهرونها في بقائهم في مرحله التنزيل التي قاتل علي اصحابها قاتلهم على التاويل ومراجع النجف وكربلاء لا زالوا يتخبطون تخبط عشواء في ليل مظلم دامس في مرحله التنزيل ويكفرون بمرحله التاويل وتاره يظهرون مشكلتهم مع علي في تفسيرهم للقران حين ينقضون بيعه الغدير واخرى في موقفهم من الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه واخرى في موقفهم من ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير من الصلوات الواجبه نذهب الى فاصل أخذك العمر وانطين زيارة يا فرحتي من عرفتك قمت أحس برحمة الله تحيط بيه وأدري هي من رحمتك زيارتك مولاي اوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك زياره اخذ كل عمري زياره حياتي بدونك ما أحس في حياتي صلاتي إذا ما زورك تنفع صلاتي أسيرك بانتظار عن داوود <applause> ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم, ويسلم ما, ما فيها لهم, فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه, خصومة فيها, فيها لعدوهم وان يكون, وأن يكون لهم, لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكرة, تذكره نفس, نفس الميثاق وتجديد له الله على الله لعله, لعله أن, يعجله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام, السلام لكم بجميع ما فيه وصلت معكم في الحلقه الماضيه الى ما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه وهذا هو الجزء الاول من كتاب الفقيه الطبعه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 290 بعد أن ذكر الصدوق فصول الأذان والإقامة بحسب الروايه التي تبناها وهي تختلف عن الروايه التي تبناها الطوسي والتي لازلنا نعمل بها الى يومنا هذا ففصول الاذان والاقامه بحسب الصدوق بحسب الروايات التي تمسك بها تختلف شيئا ما عن الروايات التي تمسك بها الطوسي وغير الطوسي انا لا اريد ان احدثكم عن الأذان والإقامة وفصولهما وإنما الحديث يرتبط بالشهادة الثالثة فبعد أن أورد فصول الأذان والإقامة بحسب ما تمسك به من الأحاديث قال هكذا الصدوق هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة والمفوضة هم الغلاة والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا الصدوق يقول المفوضة الذين يقول عنهم الصدوق من أنهم مفوضة يقولون هذه الاخبار نحن نرويها عن محمد وال محمد هذا الصدوق يقول والصدوق هو الذي يصفهم بالمفوضه بالغلاه هذا بحسب رايه والمفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا في الاذان محمد وال محمد خير البريه وانما هذه تقال في الاذان بعد حي على خير العمل هذا ورد في الروايات ورد في الاخبار انا لا اريد ان اناقش كل صغيره وكبيره الاذان الكامل المفصل فيه الشهاده الثالثه بعد الشهاده الثانيه مثلما نقرا الشهاده الاولى مرتين نقرا الشهاده الثانيه مرتين كذلك نقرا الشهاده الثالثه مرتين وبعد حي على خير العمل ايضا نقراها مرتين حي على خير العمل نقول محمد وال محمد خير البريه مرتين ايضا هذا هو الاذان الشيعي الحقيقي المكتمل على اي حال مشكلتنا الان في الشهاده الثالثه ما هو كل شيء عندنا خراب في خراب بقيت على الاذان لكن المشكله الكبيره في الشهاده الثالثه وليست مشكلتنا في الاذان عمليه طمس الشهاده الثالثه هي طمس لديننا طمس لبيعه الغدير هذه المفردات مترابطه متواصله على اي حال انا لا اريد ان اخوض في كل صغيره وكبيره سابقى بحدود الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه وما ياتي بعد ذلك من ذكر لامير المؤمنين من ذكر واجب لسيد الاوصياء في التشهد الوسطي والاخير في الصلوات الواجبه نحن والصدوق ويتحدث عن الاذان والاقامه هنا والمفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا في الاذان محمد وال محمد خير البريه مرتين وانما يكون هذا بعد قولنا حي على خير العمل وفي بعض رواياتهم في بعض رواياتهم التي هم يقولون من أنهم قد رووا ذلك عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم الصدوق يقول عنهم من أنهم غلاة والصدوق يقول من أنهم هم الذين قد وضعوا هذه الروايات وهذه الأحاديث والا فهم لا يقولون عن انفسهم من انهم غلاة ولا يقولون من انهم قد كذبوا هذه الاحاديث هم يعتقدون من انهم على الحق ويقولون من انهم قد رووا هذه الروايات عن محمد وال محمد صلوات الله عليهم وفي بعض رواياتهم بعد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا مرتين هذا هو الامر المهم الذي اريد ان اقف عنده من كلام الصدوق في هذه الجمل في هذه العبائر الصدوق اثبت لنا وجود روايات هو يقول من ان المفوضه اي الغلاه قد وضعوها هو يقول فهذان القولان من عند الصدوق من ان الروايات هذه موضوعه ومن ان الذين وضعوها الغلاه هذا كلام الصدوق نفسه لكن على ارض الواقع هناك مجموعه شيعيه من رواه الحديث نقلوا احاديث عن الائمه بحسب ما يقولون اذن عندنا روايات عن محمد وال محمد الذين نقلوها حتى لو قلنا عنهم غلاه حتى لو قلنا عنهم مفوضة مثل ما يقول الصدوق نحن لا نعرفهم والصدوق لم يذكر لنا أسماءهم ولكن حتى إذا قبلنا بقول الصدوق هناك روايات قائل يقول وهم الذين رووا تلك الروايات من أنها عن محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم وقائل يقول وهو الصدوق من ان هؤلاء الغلاه هم الذين قد وضعوا هذه الروايات وهذه الاحاديث ماذا سيكون موقفنا لا شان لنا بقول الغلاه هذا اذا ثبت انهم غلاه نحن لا نعرفهم والصدوق لم يذكر لنا أسماءهم والصدوق لم يذكر لنا على أي أساس وصفهم بالغلات خصوصا ونحن نشك في الميزان الذي يعتمده الصدوق في تشخيص الغلاة قد تقولون كيف ذلك؟ في الكتاب نفسه صفحة 360 من نفس الجزء من نفس الطبعة في صفحة 360 بعد أن أثبت بحسب عقيدته الصدوق سهو النبي قال هكذا وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي وهذا الكلام يتبناه الصدوق فهو في السطور التي سبقت هذا الكلام اثبت سهو النبي وجاء بكلام شيخه ابن الوليد الى ان قال الصدوق نفسه وانا احتسب الاجر يتقرب الى الله في اي شيء وانا احتسب الاجر في تصنيف كتاب منفرد في اثبات سهو النبي صلى الله عليه واله والرد على منكريه والرد على منكري سهو النبي ان شاء الله تعالى الرجل اذا ميزانه ليس صحيحا في تقييم رسول الله وميزانه ليس صحيحا في تقييم من هو المغالي فهل ان الذي يعتقد بعدم سهو المعصوم من الغلاة اي منطق هذا؟ ايات الكتاب الكريم احاديث العترة الطاهرة نص الزيارة الجامعة الكبيرة وسائر نصوص الزيارة الشريفة كل ذلك يؤكد بشكل قطعي على تنزيه المعصوم عن هذا النقص هذه آراء الصدوق وآراء شيخه ابن الوليد لا شأن لنا بها إننا لا نعتمد على آراء الصدوق الصدوق هو يعتقد بهذا فليذهب برايه هذا الى الجعيم نحن نثق بنقل الصدوق الصدوق له فضل كبير علينا على الشيعه عموما فيما بذله من جهد عظيم في جمعه وحفظه ونقله لاحاديث العتره الطاهره هذا الفضل وهذا الشرف وهذه الكرامه لا يستطيع اي منصف إن, ان ينكرها في حق شيخنا الصدوق لكنه في ميزان تقييمه هذا قد خاب خيبه كبيره ايه خيبه يا شيخنا الصدوق وانت تقول وانا احتسب الاجر في تصنيف كتاب منفرد في اثبات سهو النبي صلى الله عليه واله والرد على منكريه ان شاء الله تعالى لكنه لم يجد فرصه كي يؤلف هذا الكتاب لربما ادركته رحمه من امام زمانه فحالت فيما بينه وبين تصنيفه لكتاب هو يريد ان يتقرب الى الله به حيث يثبت سهو النبي لا اقول الا ان استجير بصاحب الامر يا صاحب الزمان الامان الامان اسالك امان الدين وأمان الدنيا وأمان الآخرة أكمل حديثي معكم بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن